FM. الكلمة ليك. المشروع هذا هو مشروع كبير، هو عبارة على منتجع معناها سياحي فيه عدة مركبات، فيه معناها عدة انتظارات على مستوى سياحي، باعتبار أن المنتجع هذا باش يوفر خدمات ما عدناش الحقيقة معناها تقاليد على مستوى معناها السياحة نتاعنا، لأنه باش يكون فيه معناها مدينة ألعاب، باش تكون فيه معناها بور دو بليزونس، وباش تكون فيه وحدات سكنية معناها فاخرة، وباش تكون فيه نزل من فئة 5 نجوم معناها يحتوي على دي سويت. لي سويت هذوما عندهم مواصفات عصرية وعندهم مواصفات معناها فاخرة جدا، باعتبار وأنها باش تحتضن الفندق هذا باش يحتضن نوعية معينة من الحرفاء، وكنقول نوعية معينة يعني موجه أساسا للأمراء والملوك والرجال الأعمال. لودغام بما معروف به، لودغام هذه سياحة اللي لوجوا عليها أكيد خزان، فقدناها وتعرف تونس بالأول انكلوزف وهذا التجربة في هذا السنوات فارطة نعرفوها جيدا. أكيد السياحة هذه نحكيه على المشروع هذا سي منور. نجم نقول كان قبل شوية المنظر ثابتي حلل في العلاقات، قال الباجي قايد سبسي رئيس الدولة اليوم في القمة العربية من ننتظر يحسن العلاقات ويرجع العلاقات خاصة مع الإماراتيين. علاش اختاروا الإماراتيين نابل لإقامة مشروع ضخم وضخم كما كنت تحكي عليه؟ اولا العلاقات التونسيه الاماراتيه ماهيش في حاجه باش احنا نحكيوا عليها اليوم، هي علاقات معناها معروفه وتاريخيه منذ معناها علاقه الزعيم الراحل حبيب بورقيبه بالشيخ زايد الشيخ زايد، ونعرفوا جيدا معناها طبيعه العلاقات. ما صارت ربما بعض الفتور في وقت من الاوقات، ولكن نعتبرها وانها سحابه معناها عابره ومشيت على روحها، وهذا تقريبا الشيء اللي تحدثت فيه انا وسعاده السفير الاماراتي في تونس. وكان عندنا اكثر من لقاء قبل ما يجيوا معناها للوفد هذايا الرجال الاعمال معناها باش نتحدثوا على المشروع هذايا. الحقيقه المستفاهم كل جديه، والمستفاهم معناها محبه كبيره لتونس واستعداد كبير للاستثمار في تونس ومد يد المساعده لتونس خاصه في هذا الظرف هذا. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه المشاكل اللي تواجه ربما الاستثمارات في تونس هي المشاكل العقاريه. المشكل العقاري ما هوش مطروح اليوم في المنتجع السياحي هذا، باعتبار وأنه ربما لأول مرة السادة المستمعين باش يعرفوا الحقيقة هذه، وأنه ال 12 هكتار اللي باش يقع عليهم معناها إقامة المنتجع هذا هي على ملك الشيخ زايد بن سلطان. قال نهي. من وقتاش بدا السيد الوالي؟ هذايا فترة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في إطار معناها كذلك بعث مشروع ربما الفكرة تم تأجيله بعد وفاة الشيخ. هو عنده ورثة، الورثة معناها انتقلت الملكية الفايت سعيد هذا الأمير اللي هو معناها خذا الموافقة نتاع بقية الورثة الكل، ورأى أنه باش يبعث مشروع على العقار هذايا في تونس في إطار معناها هذا إعادة سوا ديزون العلاقات من جديد وإعادة معناها بعث المشاريع في تونس. المشروع هذا نواصلوا نحكيوا عليه، اكيد باش يكون نجم نقولوا فيزال ولا تشجيع مشاريع اخرين مستقبليه في الولايه. هل فما وهل هناك مشاريع مستقبليه وطرح نجم نقولوا مفاوضات ولا حاجه من سبيل هذا في جهه نابل؟ هذا اللي صار بالضبط، لانه احنا هذا نقطه انطلاق يعني المشروع هذا باعتباره وانا كما قلت لك هو على استعداد تام لبعث مشاريع اخرى في عده قطاعات، وهذا معناها فتحنا مع بعضنا ابواب كبيره. والحقيقه العلاقات باش تكون كبيره بحكم انا شخصيا وليت اصدقاء معهم، لانه يعني 3 أو 4 جلسات مع بعضنا لهنا صارت على مستوى الولايه، ولقيت فيهم كما قلت لك استعداد وجديه كبيره برشا. والحقيقه انا متفائل جدا معناها المشروع هذا ان شاء الله بقدره الله في ظرف 6 أشهر احنا، لانه الموافقه المبدئيه على اساس انهم يحضروا امورهم ويحضروا معناها اعتماداتهم ومعناها وتراخيصنا، نحن ما عندناش حتى اشكال باش نحاولوا قدر الامكان نذلل الصعوبات اللي هي ربما تقف حاجز أمام بعض المشاريع. الكلمة ليك.